مين اللي أثر على التاني؟ طبعا نجم الإعلامي الكبير طبعاً. طارق حبيب، وهو بيقول إنه صديق دكتور برادة وصديق إيهاب. إيهاب أخويا. الحقيقة احنا دايما بنعمل اللي احنا عايزينه وبنفهم الراجل ان هو اللي بيعمل اللي هو عايزه، مش كده؟ صح. يبقى بقى نستنتج من كده ان انا اللي كنت ورا الحكايه دي. والحقيقه مع مرور الزمن ومع الوقت ومع السنين بقيت احس اني الحنين يكبر كل سنة لأرجع بلدي وأرجع أرضي وأرجع وطني وفي وسط ناسي وفي وسط أهلي.